باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على التنصيب الرسمي للعميد رشدي فتحي مساوي مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء جبار مهنا. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 سبتمبر 2024 ونصب رسميا العميد رشدي فتحي مساوي مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء جبار مهنا، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تأسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحية شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. هذه المناسبة كانت سانحة للسيد الفريق أول، أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية جملة من التعليمات والتوجيهات بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية لمصالحها العليا، حثا إياهم على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساندته ودعمه في أداء مهامه من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية. السيد الفريق أول أشاد بخصال اللواء جبار مهنا وبالأدوار الريادية التي أداها في المؤسسة العسكرية باعتباره ممن كرسوا حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن الجمهورية، حيث تحمل العديد من المسؤوليات بكل نجاح واقتدار، وبرهن طيلة مساره المهني النير على كفاءة مهنية واحترافية أكيدة وقدرة عالية على المعالجة الدقيقة لمختلف الملفات والقضايا. عقب ذلك أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.